السلام عليكم. سكن تيومر تتقسم من ناحية الأوريجين إلى إبيديرمال وديرما، ومن ناحية النيتشر أوف تيومر إلى بناين أند مالجنت. عندنا بالإبيديرمال تيومر البناين هي الفيرال وورز، كوتينيوس هورن، سيبوريك كيرتوسيس، وهكذا. رح نحكي بالمحاضرة اليوم عن بعض من عدها اعتمادا على الأهمية. من ناحية البري مالجنت عندنا الأكتينيك كيراتوسيس، والمالجنت تيومر هي البي سي سي والاس سي سي والمالجنت ميلانوما والباجيت ديزيز. الديرمال تيومر هيمانجيوما، ليمفانجيوما، جلوماس تيومر، بايوجينيك كارنيلوما اند سو اون. من ناحية المالجنت عندنا الكابوسي ساركوما كلش امبورتنت، والليمفوما والديرماتوفايبرو ساركوما بروتيوبرانس، ميركل سيل كارسينوما اند ميتاستاسيس. راح ندخل بالإبيديرمال تيومر اللي هي نبدي بالبداية البيناي. كوتينيوس هورن بما معناه هو بالعربي هو القرن، بالضبط يشبه القرن. كمان هورن شيب إكسكريسنس يعني في النتور، منشأ من الكيراتينوسايت. كلينيكال يشبه الفيرال وورت. تريتمنت مالته باي سيمبل إكسجين أو سوي له كورتاج والكوتري للبيز. هاي الصورة راح تبين لكم هذا هو عبارة عن كوتيرنوس هورن. البيز مالته sometimes نلقي بيها مثلا منشأ مال SCC، أو نلقي مثلا viral wart أو كوتينيوس هورن ملوسكم كونتاجوزم وهكذا. لذلك من نسوي له كيوريت لازم نسوي له كوتري للبيز. سيبوريك كيراتوسيس بالعربي نسميه المتقرن الدهني. طبعا هو المنشأ مالته من الكيراتينوسايد، ما له علاقة بالسيبوريك جلاند. السيبوريك كيراتوسيس فقط تسمية. إذا هو كمان بناين إبيديرمال تيومر أن ريليتد تو سيبيشيوس جلاند. كوزز مالته، أول كوز هو الانهيرتد، أكو أشخاص عندهم انهيرتد تندنسي تو ديفلوب سيبوريك كيراتوسيس. ثانيا فالو انفلاماتوري ديرماتوسيس مثل في حالة الارثروديرميك سورايسيس، نوبات نلقي عندهم ورا ما ينطيب يصير عندهم eruption of seborrheic keratosis. ثلاثة عندنا ممكن يكون sign of internal malignancy، وخاصة إذا كان sudden و hundred، يعني sudden eruption of lesion is associated with internal neoplasm. طبعا هاي الساين أخذناها بمحاضرة skin and systemic disease نسميها laser trillat sign associated with adenocarcinoma with GI tract. The presentation شلون يجينا؟ طبعا عادة أكثر شيء يجينا بالmiddle and old، مثل 50 years and after. قد يكون single أو multiple. Most common on the face and the trunk. من ناحية السكس هو يجينا على شكل equal sex distribution، ما بيفت في السكس predominant. Feature المهمة ما تسموها stuck on appearance، احنا نميزها بالعربي نقول كأنه مثل الطينة ولاطشة على السكن بالضبط. سيرفيس مالته ممكن يكون سموث، ممكن يكون بروكاس. كلر مالته يجينا أنواع أو ألوان، قد يكون يلو وايت، قد يكون دارك براون، قد يكون لايت براون وهكذا. تريتمنت مالته طبعا احنا عندنا بالتريتمنت اكو هذه الستاك اون ابيرانس مفيدة انك بالتريتمنت، حيث انه بسع يعني من نجي نسوي الكيوريت بسع ينشال. فهذه الفيتشر قد تكون هي دايجنوستيك اند كيوراتيف. كيوريت اندر لوكال انستيزيا، وممكن نستخدم الكرايوثيرابي. هذه الصوره توضح لكم السيبوريك كيراتوسيس بعنانا. هذه هي الستاك اون ابيرنس اللي نحكي عليها. هنا طبعا الكلر مالته بلاك. هنا هذه هي الاربتيف اوف 100 سيبوريك كيراتوسيس. هذه الفيتشر اما فولو ان انفلاماتوري ديرماتوسيس، واذا كانت سدن احنا قلنا اسوشيتد وذ انترنال نيوبلازم. هنا يكون لايت براون. سكين تاج، السكين تاج الأكرو كوردين احنا اللي نسميها بالعربي السوائل اللحمية، وكلكم اكيد شايفين عندكم بالفاميلي سكين تاج. هي بناين او تو جروث اوف سكين ميدل ايج اند الدرلي. الكوز مالتها اما يكون انون، قد يكون فاميليال، قد تكون الاوبيسيتي، مو شرط الاوبيسيتي اني تشينج ان ذا ويت يسبب لنا ظهور السكين تاج. ممكن associated with condition معينة، مثلا tuberculosis, acanthosis nigricans, acromegaly and diabetes. شون تجينا؟ هي طبعا soft skin colored أو pigmented
نون بابيولز بعدين كليتي يعني بيها مثل العنق يعني مو رأسا بابيول أكو فد نيك تربطها بين السكن وبين البابيول. عادة السايت مالتها موست كمان بالفليكشرال ريجن لذلك نشوفها بالنيك أو بالأكسلة موست كمان سايت. تريتمنت مالتها طبعا سمبل أكسجين باي سيزر أو ليكويد نيتروجين. هذه هي السكن تاك. شوف هنا ملتبل كلار هنا يكون على شكل بينك هنا سكن كلار هنا بلاك. هذه البيدنكوليتد هذه هي البابيول وهذه النيك اللي تربطها بالسكن. نيفاي النيفاز سامعين بها او ما نسميها المول هي الشامة. عندنا انواع من الشامات. شو تعرف الشامة؟ هي فد localized excess localized excess of one or more cell type in normal cell site. طبعا هذه السيلز الزايدة ممكن تكون كيراتينوسايد مثال عليه الابيدرمال نيفاز، ممكن تكون ميلانوسايد مثلا من الكونجينيتال ميلانوستيك نيفاز، قد تكون كونكتيف تيشو إليمنت مثل الكونكتيف تيشو نيفاز، أو قد تكون ميكستشر أوف إبيثيليال أند كونكتيف تيشو إليمنت مثل السيبيشيس نيفاز. راح نحكي عن الميلانوستيك نيفاز بصورة مبسطة اللي احنا نسميها مول. الكلاسيفيكيشن مالتها عندنا كونجينيتال ميلانوستيك نيفاز راح نحكي عنها، عندنا الأكوايرد ميلانوستيك نيفاز وبها أنواع، عندنا أول وحدة جنكشنال نيفاز، كومباوند نيفاز، انتراديرمال نيفاز. طبعا هذا التقسيم اعتمادا على السايت اوف ميلانوسايت سواء كان ابيديرمال او جنكشنال او يكون ديب ديرمز. عندنا السبيتس نيفاز والبلو نيفاز والاتيبيكال ميلانوستيك نيفاز، طبعا تعتمد منا على الشكل مالتها. هذه صور للميلانوسايت. عندنا هذه الكومباوند نيفاز، هذه هي الانترا ديرمال نيفاز. شوفوا ما بيها بيجمنت، ليش؟ لانه الميلانوسايت صار ديب بالدرمز. هنا السبيتس نيفاز هاي فد نيفاز مميزه زين. هنا عندنا البلو نيفاز بالضبط بار الكلر مالتها يشبه كلر الانك اللي هو دارما دايرها. هذه البلو نيفاز طبعا جايه من انه الميلانوسايت همينا صايره بالدرمز فلذلك تعطينا فليكشن مال كلر بلو. هاي مثال على congenital melanocytic nevus from birth or perinatal period. appearance مالتها. causes of nevus in general قد يكون unknown cause genetic excessive sun exposure during childhood. النيفس بصورة عامة تظهر بالchildhood and increase in number in certain condition. شنو هاي condition؟ during adolescence ممكن تزداد after severe sunburn during pregnancy estrogen therapy flare up of lupus erythematosus chemotherapy and immune suppression. الميلانوسايت بصورة عامة تظهر during childhood وقلنا تزيد بهذه الكونديشن و unlikely to see a new melanocytic nevus after age of 20 years يقل ظهورها بعد عمر العشرين. نحكي شوية عن congenital melanocytic nevus. congenital melanocytic nevus هي present من اسمها congenital at birth أو تطلع بالneonatal period. الكلر مالتها ممكن يكون light brown ممكن يكون dark brown or black or blue black. نوبات نلقاها على شكل patch فقط بدون elevation. نوبات لا نلقاها protuberant إلها cerebriform surface وممكن associated with hair. أكو فشي اسمه giant congenital melanocytic nevus. شو بدنا نقول عليها giant؟ من يكون الدايمتر مالتها greater than 20 سنتيمتر. طبعا من تكون giant يعني أكثر من 20 سنتيمتر بيها risk of development of malignant melanoma وهذا طبعا lifetime risk هو 5-7%. أكو significant آخر إنه من نلقى congenital melanocytic nevus بالposterior midline location هذه الحالة لازم ندسها استشارة للنيورولوجيست ونسوي لها MRI لحتى نسوي exclude neurocutaneous melanosis. complication of nevus in general melanocytic nevus in general أول وحدة هي الانفلاميشن. ثنين قد تكون دي بيجمنتد هالو. شوف النيفس بالنص ودار مدارها فد دي بيجمنتد هالو مثل الفيتيلايجو. ثلاثة الموست امبورتنت هو المالجننت change.
شو كنت نتوقع أكو malignant change إذا شفنا هذه features اللي هي enlargement شفنا كبر بحجمها increased or decreased pigmentation altered shape altered contour إذا شفنا inflammation ulceration itching or bleeding لذلك بهذه الحالة راح نستخدم الـ ABCD role for examination of malignant melanoma. شنو معنات الـ ABC؟ الـ A إنه ندور الـ asymmetry. الـ B هو الـ border irregularity. C color variability. D diameter greater than نص cm. و الـ E الـ evolution يعني التغيرات خلال فترة قصيرة من الزمن. بهذه الصورة راح نشوف هي كلها الـ ABCDE role of malignant melanoma. طبعاً هاي نفس عادية تحولت إلى malignant melanoma. لو نجي نشوف شنو الـ A. الـ A كنا الـ asymmetry وفعلاً لو نجي هيجي راح نشوف هنا الـ asymmetry هاي جهة تختلف عن هاي جهة. هاي جهة تختلف عن هذه الجهة. أوكي. هذه الـ asymmetry. Border irregularity. فعلاً بعض الـ border كلها irregular. الكلر فاريجيشن او هذه هنا مثلا لايت براون هنا دارك براون هنا بلو كلر زين والايفولوشن هاي تغيرات صارت خلال فتره قصيره من الزمن تريتمنت بسرعه عامه للمول شو كنت نسوي لها تريتمنت او نشيلها اكسجن اذا كانت انسايكلي مكانها ما عجبتنا ما نريدها مالجنسي السسبكتد خاصة إذا عندنا هذه الفيتشر اللي ذكرناها قبل شوية عفوا إذا النيفس كانت repeatedly inflamed or traumatized فبهذه الحالة ممكن نسوي للنيفس اكسجين رح ندخل بالبري مالجنت تيومر وإحنا بعدنا بالإبيديرمز أكو مصطلح هو الأكتينيك كيراتوسيس طبعا هذا كلش مهم وفد بري مالجنت كونديشن مميز بالدرماتولوجي طبعا هو هذا فد رف surface macula عادة نلقيها بالصن damage disc cause cumulative sun exposure cumulative معناته دائما يتعرض الشخص للشمس على فترات طويلة fair complexation presentation عادة نلقاها بالmiddle age وبالelderly الكلر مالتها قد يكون pink or gray rough surface macula or papula rarely exceed 1 centimeter in diameter. طبعاً ومن قلنا rough surface وmacule فهذه عادةً تكون better felt than seen. يعني نحسها أفضل مما نشوفها في سم يعني في بعض الأحيان. complication مالتها ممكن تتحول طبعاً هذه pre-malignant لذلك ممكن تتحول إلى invasive squamous cell carcinoma. treatment مالتها freezing with liquid nitrogen shave removal or cortage 5FU imiquimod photodynamic therapy وعندنا other treatment modality هاي الصورة هي توضح الاكتينيك كيراتوسيس كل هذه هي الماكيولز or البابيول اللي هي الرب سيرفس ماكيول هي عبارة عن اكتينيك كيراتوسيس ولو تلاحظون السكن اللي جواها مبين انه هو فد فير sun damaged skin malignant epidermal tumor هسه ندخل بالmalignancy ان الموست امبورتنت تيومر هو البيزال سيل كارسينوما او نسميها رودنت ألسر او كمختصر هي البي سي سي هي الموست كمان تيومر من ناحيه السكن عاده تنتجين اكثر الاماكن بالفيس اوف ميدل ايج اور elderly individual يكون نفر ميتاستسايز بس هي بالحقيقه اكو فد بيرسنتج كلش قليله للميتاستسيز كوزز طبعاً هالكوزيز راح نشرحها نفسها هي مال لخصتها بطريقة إنه تكون نفسها بالمالجنة بالبي سي سي والاس سي سي أول شيء عندنا prolonged sun exposure fair skin individual scar يعتبر risk factor for development of skin malignancy هذا السكار سواء caused by radiation or vaccination or trauma photosensitizing pitch tar oil act as a carcinogens with ultraviolet radiation previous treatment with arsenic ممكن يكون genetic احد الاسباب عندنا certain syndromes
associated with increased percentage of development of BCC, methylene, Gorlin syndrome, xerodermatose, and albinism. Presentation. Acne, four types of clinical presentation of BCC. وعندنا نوع الخامس اللي هو ممكن يصير بأي شكل من هاي الأشكال. عندنا نودولار BCC. نودولار هي الموست كومن تايب. تجينا على شكل فد small translucent skin colored papule. الجروث مالتها طبعا slowly. بعدين ممكن يصير بيها central necrosis. فتتكون لنا ulcer. With adherent crust and rolled edge. ممكن نشوف تلنجيتاتيك فيزل run across the surface. شوفوا هاي الصورة. هذه هي عبارة عن فد translucent skin colored papule بيها تلنجيتاتي across the surface. بعدين يصير بيها central crust. بعدين تتكون ulcer و rolled edge. rolled edge. شوفوا هذه الحافة مالتها. بالضبط هي rolled edge. اوكي. السيستيك طبعا هي تبدي السيستيك على شكل نودولار وبعدين راح تكون تكون النفد سيستيك تشينجز بالاخير. المورفيا فورم طبعا هي تكون يلو اور وايت وذ ال ديفايند ايدج. هذه هي المورفيا فورم بي سي سي. هي عباره عن واكسي ال كلارد ال ديفايند ال ديفايند ليجن. Superficial multicentric on the trunk. عادة تجينا بالترانك. كلار مالتها يكون red, pink or brown. Scaly, thin, black. وبيها فد whip cord edge. مثل الحبل المبروم الحافة مالتها. طبعا هذه ممكن تكبر توصل حد 10 سنتيمتر in diameter. وهاي الصورة مالتها. هي هاي عبارة عن المulticentric BCC. بالضبط هذه الحافة مالتها مثل الحبل. وتكون سكيالي. الكلر مالتها بينك في أغلب الأحيان. موست كمان يلي on the trunk. البيجمنتد. البيجمنتد may be present in all type of BCC. أي واحدة من هذني. أي واحدة من هذه ممكن تجينا على شكل بيجمنتد. هذه هي البيجمنتد BCC. هذه هي typical rolled edge. وهذه هي كنا المulticentric superficial BCC. clinical course. الكروث مالتها طبعا كلش slow over years but may destroy underlying structure مثل البون والكارتليج. ممكن نسوينا دمج للimportant structure مثلا التير داكت إذا كانت قريبة على التير داكت. differential diagnosis يعتمد according to the type مثلا nodular and the intradermal melanocytic nevus squamous cell carcinoma and so on. Pigmented مثلا seborrheic keratosis malignant melanoma. Cicatricial اللي هي كنا المورفية المورفية form differential diagnosis مالتها المورفية والسكار. Superficial عندنا intradermal carcinoma والسورايسيس والنمولار اكزيما. Treatment طبعا excision هي with 4 mm نستخدم safe margin نسميها. ممكن نعالجها بالكيتروديسيكيشن عند الكورتاج. ممكن نستخدم الموس مايكروغرافيك سيرجري. شنو هي الموس مايكروغرافيك سيرجري؟ هاي انه السيرجن والهيستوباثولوجيست سوى بنفس العملية. السيرجن يقطع وينطي الابو الهيستوباثولوجي يفحص يشوف اكو بعد مالجنسيال لو ماكو. طبعا هاي تفيدنا الهيفد انديكيشن معينة اذا كانت مورفيا فورم. ليش؟ لانه قلنا هذه المورفيا فورم تكون undefined فما نعرف الحافة مالتها حتى لا نقطع تشوهواية. يجي أبو نسوي له موز مايكروغرافيك سيرجري فيقطع ويطيها يفحص لحد ما يوصل إنه وصل ماكو مالجنسي. هذا يقول له ها هي. في حالة الانفلتراتيف إذا عندنا ليجن نير فيتال ستركتشر such as nose, ear, eyelid, eyebrow. إذا كانت لارج تيومر أكثر من 2 سنتيم. إذا كان برينيورال أو بريفاسكولار انفيجن. Recurrent lesions or immunocompromised patient. إذن هذه العملية دائما نستخدمها من يكون أكو فد aggressive tumor ومن نريد نحافظ على التشو وبنفس الوقت نضمن إنه شلنا كل التيومر. الطريقة الأخرى ممكن نستخدم radiotherapy وخاصة بالold age اللي هم يكونون
incompatible for surgery, ممكن نستخدم cryotherapy, hemocommode photodynamic therapy, palliative dual treatment with cortage and cautery, ممكن نستخدم ibismoj DG. هذا في الدراج نستخدمه جديد يعتبر على السكن تيومر بالادفانسد اند ميتاستاتيك ديزيز. ندخل بسكوانس كارسينوما، طبعا همينة كمان تيومر لكن مو اكثر من البي سي سي، عادة تكون لارج اند انفيزيف وبيها significant risk of metastasis، تختلف عن البي سي سي، لذلك يحتاج الى careful evaluation and aggressive treatment. causes كنا نفس البي سي سي. clinical presentation ممكن تجينا على ممكن تجينا كدي ك complication of actinic keratosis أو ممكن تصير دينوفو. طبعا هي عبارة عن هم تجي أشكال، ممكن تجينا على شكل تجينا على شكل scaling nodule أو ulcer with granulating base وبها indurated edge. طبعا هنا من الأساسي من زي ما تكون indurated يعني infiltrated، يعني خلينا نقول hard مو soft lesion. كمان on the lower lip and in the mouth. هذا صور للSCC، هنا تكون على شكل فد fungating plug، هنا بالضبط ألصار وبيها granulation base، هنا ممكن تكون على شكل nodule. metastasis كمان if the tumor arising in، احنا كنا هي طبعا كان metastasize، والmetastasis يكون أكثر إذا SCC develop in scar، chronic draining sinus، chronic ulcer، area of previous radiation، thermal injury، chronic inflammation more than 2 cm in diameter إذا كانت SCC، أو تكون greater than 2 mm in depth إذا كانت poorly differentiated بالهستوباثولوجي، إذا كان بها perineural involvement، وإذا كان patient immune compromised. treatment same as BCC. كيراتوأكنتوما هذا نوع من التيومر، هو صح مالجنت تيومر لكن بها انه ممكن بها خاصية انه ممكن هي self limited. طيب من واحدة طبعا هي من arise from keratinocyte do not invade and occasionally resolve spontaneously. همينة نلقاها بالexposed skin of your individual، كمان on the face and the arm، تبدين على شكل pink papule enlarge ممكن توصل حد 1 سنتيمتر خلال شهر أو شهرين، 5 إلى 6 ويك ممكن يطلع بيها في central crater or central keratinous plaque. if left occasionally resolve spontaneously over 6 to 12 months leaving ugly depressed scar. treatment by excision or curettage and cautery. هذه الصور للكيراتوكانتوما هي بالضبط بابيول بها central keratinous plaque or crater. malignant melanoma، malignant melanoma هي طبعا فد lethal skin tumor very dangerous very aggressive. causes مالتها عندنا أول cause هو genetic. الجينيتيك تتمثل أكو عندنا أشخاص عندهم susceptibility genes، وهذه الجينز إذا موجودة فبيها 10% risk to develop malignant melanoma. هذه الجينز مثلا عندنا SITKIN2A، CDK4، MC1R، وعندنا susceptible phenotype وخاصة إذا كان male people with a blonde or red hair. الكوز الآخر sunlight. السنلايت هنا يختلف عن البي سي سي والإس سي سي. شلون؟ episodic sun exposure يعني إذا بين فترة وفترة يتعرض إلى severe sun burn، هذا يعتبر risk for malignant melanoma أكثر مما cumulative، أكثر مما طول عمره يتعرض إلى دوزات من sun exposure. هنا لا، episodic exposure to intense sunlight is the main cause of malignant melanoma. 3 pre-existing melanocytic nevus، احنا قلنا ديك الساعة واحدة من الكومبليكيشن مال الميلانوستيك نيفس انه ممكن ان تتحول الى malignant melanoma، وخاصة في حالة الاتيبيكال نيفس والكونجنيتال ميلانوستيك نيفس. احنا بيها انواع، الموست كومن تايب هي لينتايجو مالجنة ميلانوما.
طبعا هذه ليست اجريسيف. ليش؟ لانه تيك ا لونج اوف تايم تو اكسباند. فطبعا هذه عاده نلقاها بالاكسبوزد سكين اوف ايلدرلي، وهي تكون irregularly pigmented irregular shape macule enlarge slowly. Superficial separating melanoma طبعا هذه هي عبارة عن الموست كمان تايب in skin and fair skin individual. تحدث بالأشخاص اللي أعمارهم من 30 إلى 50 سنة. الأكرال indigenous ملانوما من اسمها أكرال، فهذه تجينا بالبالموسول of elderly most common in the black. Nodular melanoma هذه هي الموست أجريسيف تايب، تجينا على شكل فت بيجمنتد نوديول و موست كمان on the leg and the trunk. هذه صور للمالجنت ميلانوما. هذه هي الانتايجو مالجنت ميلانوما. هذه هي الأكرال لانتيجنس ميلانوما. هذه النوديولر هي الموست أجريسيف، وهذه السوبرفيشال سبريدين ميلانوما. أكو أنواع أخرى هي الميلانوتيك ميلانوما، يعني شوف فت نوديول بيجمنتد، هذه تجينا موست كمان on soul and feet. أكو ديسموبلاستيك ميلانوما طبعا هذه رير on head and neck palm and soul aggressive biperineal extension. Subangual ميلانوما يعني ميلانوما مات النيل، هذه عادة painless تجينا على شكل area of pigmentation under the nail with involvement of the nail fold. من يصير involvement of the nail fault هذه نسميها Hutchinson sign، وهي كلش مهمة حتى نميزها عن النيال تروما. Metastatic melanoma ممكن الميتاستاسيس يروح لل surrounding skin لل regional lymph node or other organ. طبعا هذه subangual melanoma شوف هنا involvement of the skin دار مداير النيال، هذه كلش sign important نسميها Hutchinson sign. هذه الميلانوتيك ميلانوما، وهذه همينة السبانجوال ميلانوما. أكو عندنا poor prognostic indicator إذا كان depth of the primary tumor أكثر من 4 ملليمتر. طبعا هذه بالهستوباثولوجي تبين، فيكون 5 year survival 45% male 6 يعتبر risk factor for malignant melanoma poor prognosis. إذا الميلانوما develop after age of 50 إذا كانت or the trunk, upper arm, neck and scalp. ليش تعتبر هذه المناطق poor prognosis؟ لأنه راح يصير delay in discovery، يعني إذا بالترنك مثلا إذا ظهر فما راح يشوفها حتى يقدر يعرف، فلذلك راح تبقى فترة إلى أن يلاحظها أحد ثاني أو هو يلاحظها، وبالتالي كل ما تبقى فترة أطول كل ما يعتبر فد poor prognosis. Ulceration, mitosis. إذا لقينا mitosis معناته active malignant melanoma. Centrally lymph fluid involvement. Differential diagnosis why? Melanistic nevus, seborrheic keratosis, pigmented actinic keratosis وهكذا. Treatment مالتها surgery، وعادة surgery تكون aggressive، ممكن تنتهي amputation of the affected part. أو عندنا adjunctive therapies، immunotherapy، chemotherapy، follow up care. Tumor of the dermis راح ناخذ واحد malignant واحد benign. البناين عندنا الهيماتجيوما، ممكن كلكم تكون شايفين هيماتجيوما أو سامعين بها، هي في benign endothelial neoplasm. نسبتها تحدث تقريبا 10% من الانفنت اللي تحت عمر السنة. طبعا هذه أما تجي تظهر من الولادة أو develop in the first few weeks of birth. تبقى تستمر بالgrowth 4 months فتسوينا compressible swelling وبي يكون bright red surface. هذه شنو مصيرها؟ ممكن يصير بيها spontaneous regression بالسنوات during childhood، فبعمر الخمس سنوات يصير بيها 50% resolution، وممكن بعمر التسع سنوات الأشخاص بعمر 90% يصير عندهم spontaneous regression leaving area of atrophy. Complication مالتها ممكن يصير بيها bleeding and ulceration most common complication. طبعا اكو كمان ان او تعتبر فد risk factor شوكت الجيل more common in girl. اذا
preterm infant with low birth weight have a double risk factor for development of hemangioma, multiple gestation and pregnancy, advanced maternal age. هذه هي كل ما عندنا هذه الحالات هذه risk factor for development of hemangioma. Large cervicofacial hemangioma associated with other congenital anomaly. Patient with multiple lesions ممكن يكون عنده visceral involvement. Treatment مالتها ممكن نبقيها مجرد observation follow-up إذا ما بيها complication اللي هي bleeding والacceration. ممكن عالجها بالintralesional steroid, systemic steroid, prednisone at dose of 2-4 والنيو drug أو النيو use مال beta blocker كلش effective بالهيماجيوما. نعطي الانديرال بروبرانولول الدوز مال 2-3 ملي جرام بير كي جي بير داي divided in 2-3 divided doses. طبعا with careful monitoring of blood pressure and blood sugar. ليش؟ لأنه يسوي hypoglycemia و hypotension. ممكن نستخدم البلس داي ليزر وممكن نحلها ببلاستيك سيرجري. هذه هي هيمنجيوما، شوفونها هذه فت كومبرسابل ماس، هذه يسمونها سيرفايكوفيشال هيمنجيوما، هذه ستروبيري هيمنجيوما. نجي على اللاست تيومر هو المالجننت ديرمال كابوسي ساركوما. كابوسي ساركوما هو عبارة عن مالجننت تيومر of capillaries and lymphatic. بيها أربع أنواع، كل الأنواع associated with the human herpes type 8. أول نوع هو الكلاسيك اللي يكون sporadic، هذا most common بالelderly Mediterranean and Eastern European men. عادة نشوفها على الأنكل أو الفيت most common site. تجينا أول ما تبدي على شكل macule dark blue macule، بعدين ممكن تتحول إلى tumor and plaque which ulcerate and fungate. عادة في أغلب الأحيان associated with edema of the leg. النوع الآخر اللي هي الendemic African Kaposi sarcoma. هذه المين who are HIV seronegative in Africa. ليش seronegative؟ لأن أكو نوع آخر اللي هو يكون HIV positive اللي هي الepidemic Kaposi sarcoma. طبعا هذه associated with AIDS patients اللي هو caused by human immune deficiency virus type 1. هذه appear anywhere. ديش الكلاسيك كانت most common باللور ليج، هذه لا appear anywhere، حتى ممكن involve الoral cavity. lesion هنا كيبدين على شكل macule، هنا تجين على شكل bruise like lesion، وبعدين ممكن تصير pigmented و evolve into nodule and plaque. Poor prognosis. أكيد poor prognosis لأنه أصلاً البيشنت هو immunocompromised HIV. النوع الرابع اللي هو الكامبوسي ساركوما associated with immunosuppression. Immunosuppression هنا أثر ثاني الـ HIV عدا الـ HIV. مثلاً نشوفها جماعة الأشخاص اللي عندهم organ transplantation أو اللي يأخذون immunosuppressive therapy. Treatment مالته الكامبوسي ساركوما. طبعاً كامبوسي ساركوما هي راديو سنسيتيف، فالراديو ثيرابي كلش افكتيف تريتمنت. سيرجري ليكويد نيتروجين كرايوثيرابي، انتراليجنال كيموثيرابي، ممكن نستخدم كيموثيرابي سيستميك وذ كلور امبيوسيل اور فينبلاستين توبيكال ريتينويد. هذه الصوره مال الكابوسي ساركوما، طبعا هذه الكلاسيك تايب شوفوها هنا عباره عن ماكيول بعدين ماكيول بعدين تتحول إلى بابيول وبعدين هنا نتكون لشكل بلاك. طبعا هاي محاضرتنا للسكين تيومر. أي سؤال أي استفسار تقدرون تراسلوني وإن شاء الله كلها سهلة.